فقرة الصراحة بصراحة، امتى اخر مرة عيطت؟ اخر مرة بس انا من الناس اللي هو دمعتي بعيدة جدا، يعني صعب صعب ان انا اعيط. مش فاكر، بس اخر مرة افتكرها يوم ما امي دخلت عناية مركزة وكانت تعبانة جدا. دي اكتر مرة حسيت فيها ان انا مكسور بجد. بس لان اكتر حد بيوجعني فعلا امي. فدي اكتر مرة يعني، بس من زمان جدا يعني. ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها يعني. دي من المرات اللي كانت صعبة عليا جدا يعني. بصراحة مين من اللعيبة شايف انه لا يصلح ان يكون لعيب كرة قدم؟ لا، ما انا مش، ما فيش حاجه اسمها لا يصلح انه يكون لعيب كره قدم. انا مش مقتنع بده. انا مقتنع ان في مدير فني بيصنع بشكل فني. لا، ممكن اقول لك، في لعيب امكانياته هايله، لكن في الفتره من الفترات هو ظلم، سواء فنيا او هو ظلم نفسه او الاداره او الجهاز الفني ظلمه. ممكن اقول لك كده، لكن لا، لعيب الكوره بيتغير، في متغيرات في الكوره طبعا. يعني انت شايف انه هي بس بسبب فرص، واستغلالها بشكل ايه، بتستغل الفرص دي بشكل عامل ازاي، الادوات اللي حواليك بتساعدك ولا لا، الظروف اللي انت اتحطيت فيها. بس بصراحه اوصف طفولتك بكلمه من الثلاثه: قسوه، حرمان، ولا راحه؟ لا، قسوه. مش حرمان، لان انا امي على قد امكانياتنا كانت ما بتخلينيش عايز حاجه، في حدود الامكانيات. قسوه ظروف ماديه، لان احنا مرينا بظروف صعبه جدا جدا جدا. انا قصه يعني، قصه لو اتحكت عجيبه يعني، مأساويه، قاسيه. لكن الحمد لله اتعلمت منها، استفدت، شفت حاجات كتير قوي كويسه في وسط الضلمه دي، حاجات كتير كانت بتنور مكمله معايا لحد النهارده. فهي نسميها قسوه. مشاهدينا، رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع كابتن حسن. جاهز نكمل الصراحه؟ جاهز. بصراحه مدرب شايف انه ظلمك؟ وبقى بلاش اجابات دبلوماسيه، عشان انا يعني انا بحبه جدا وعلاقتي بيه قويه جدا. بس انا، ايوه، احنا على فكره بنتكلم بشكل فني. انا دي الفتره، وخلي بالك، دي الفتره الوحيده اللي انا ما لعبتش فيها، بشكل اساسي مع ابويا طبعا، وبحبه جدا، كابتن شوقي غريب. بس انا فعلا فنيا ظلمت في الفتره دي، بشهاده الجميع، بشهاده زمايلي، بشهاده جده وفتح الله وصلاح امين ومحمد فضل وامير، كل الناس اللي كانوا حواليا وكانوا بيتكلموا مع كابتن شوقي. فالفتره دي انا ظلمت. مش حتىك انت اهم حاجه. لا، بصي، انا كحسن كنت اقول لهم لا، انا مش مظلوم، مفيش مدير فني شايف ان اللعيب ده هيكسبه ومش هيلعبه، فعليا ان انا اشتغل اكتر، فكنت بشتغل اكتر. لكن دايما كنت بسيب الراي الاخر ليهم، هم مش ليا انا. بصراحه سر محدش يعرفه عنك خالص وهتصرح بيه النهارده: حاجه عملتها بقى، كارثه حصلت، حاجه محدش يعرفها؟ لا، انا عندي حاجات كتير بعملها، بس ما بيني وبين ربنا يعني، فما ينفعش اتكلم فيها يعني. ممكن زوجتي ما تعرفهاش، اللي هي اقرب شخص ليا، امي اللي هي ما بخبيش عنها اي حاجه في الدنيا. في حاجات بيني وبين ربنا ما ينفعش اقولها لها يعني. ففي حاجات ما ينفعش اقولها، حاجات انسانيه يعني. طيب بصراحه خبيت على مراتك حاجه قبل كده؟ لا، انا كتاب مفتوح بالنسبه لها.